السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى الوصفات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكه بالكراميل بنسكافي، كتجي رائعه بزاف. هذا الكيكه كليتها عند واحد الصديقه ديالنا من العائله وعجبتني بزاف، وعطاتني الوصفه ديالها وبغيت نشاركها معكم. كنشكرها بزاف على هذه الوصفه. دابا ندوزو للمقادير. عندي كاس ديال الحليب العنبه، وكاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، 4 بيضات، والدقيق على حسب الخليط. عندي الخميره ديال الحلوى بيكن باودر من فئه 17 غرام، جوج ديال الساشيات ديال بودره ديال الكاكاو من فئه 7 غرام، والدقيق على حسب الخليط. عندي نسكافي باش نسقيو بها. دابا ندوزو للطريقه. غادي نضيفو جميع المكونات وغادي نخلطوهم الخلاط اليدوي. دابا غادي نضيف الدقيق، عملت معها الخميره باش غربلتها، وغادي نضيف الكاكاو في الاخير. بالنسبه للكيكه يعني الكيكه العاديه، السخان والفران انا كنت سخنته على 180 درجه مده الطهي 20 دقيقه، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الفران. دابا غادي ندوزو للكراميل. عندي هاد الدانون هذا مفيد ديال فاني، عندي معلقه صغيره ديال نسكافي، عفوا معلقه كبيره، 5 معالق كبارين ديال السكر سنيده. بالنسبه لهاد الدانون هذا انا عندي هنايا 10 ديال 10 صغارين، ممكن تستعملوا نوع اخر ديال الياغورت، غير خصو يكون كريمي فحال هاد الشكل هذا. دابا ندوزو للطريقه. غادي نعمل السكر فوق الكاسرونه، فوسط الكاسرونه، وغادي نعملها على نار مهيله حتى يرجع كراميل. واخا ما يدوبش السكر كامل. دابا غادي نضيفو معلقه ديال نسكافي حتى كيتجانس الخليط مع بعضو. اذا بغيتو تزيدو نسكافي على حسب كل واحد والذوق ديالو. دابا ضفت دانون ياغورت. بالنسبه لهاد الكراميل غادي تشوفوه تحجر، وانما غادي عادي غادي يذوب في الاخر، يعني كتبقى كتستمر بالتخلط حتى الاخر. دابا الكيكه خرجتها من الفران، ولاصوص ديال الكراميل ها هي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا قسمت الكيكه على جوج، غادي نسقيها بنسكافي بجوج الجوانب غادي نسقيهم. بالنسبه لنسكافي انا ما درتلاش السكر باش كيجي العبار ديال السكر هو هذاك، ما كتجيش حلوه. دابا غادي نسقيها مزيان، من بعد غادي نضيف لها لاصوص كراميل بالنسكافي. دابا ضفت الكراميل على الطبقة الأولى، بعد ما ساليتها غادي نضيف للطبقة الثانية. وبالنسبة للتزيين عندي هنايا لوز إيفيلي، وكيبقى اختيار ديالكم. هاد لوز إيفيلي غادي نعملو في الطبقة الأخيرة. دابا غادي نضيف في الطبقة الأخيرة، غادي نضيف لهاد الكراميل، وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما زينتها بلوز إيفيلي. كنتمنى تعجبكم. بالنسبة لهاد الكيكة كتسنكل باردة، لأن خصها ضروري تبقى في النبيرة واحد 5 ساعات. كنتمنى تعجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.